أحسن الله إليكم. هذا يسأل يقول: هل توقع هطول الأمطار في قادم الأيام يعتبر من الغيبيات؟ لا، هم يذكرون هذا من باب أدلة في الجو. نعم، عندهم أدلة في الجو ينظرون إليها ويتوقعون الأمطار، ولا يجزمون، الجزم لا يجوز، لكن يتوقعون من خلال المراصد الجوية بعلامات تكون في الجو أنه يمكن تنزل أمطار. نعم.